الظل الآخر وحلقة جديدة مع الحرف، نرحب بكم وسفر آخر ندعوكم له. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وجولة مع الجمال. نقرأ لكي لا نخدع في الاختيار ولا تؤثر في عقيدتنا الأفكار الفاسدة والتي تدعو إلى التشويه الفكري والانحلال العقائدي والانحراف عن قيم السماء. ما هي أهمية القراءة ولماذا نقرأ؟ القراءة أولا وأخيرا هي غسيل روحي ومطلب نفسي وتوعوي وتثقيفي. القراءة هي ليست توصية من أحد أنه يجب أن أقرأ شيئا ما، وإنما هي مطلب روحي أولا وأخيرا. وبالمناسبة تعتبر القراءة من أهم متطلبات الحياة خلال وجود البشر. القراءة هي المعبر الرئيسي لبر الأمان، لأنه يعطي الوعي وتعطي الثقافة في نفس الوقت. كل الأدباء والكتاب في العالم بدأوا يقرؤون أولا قبل أن يكتبوا، وعندما كتبوا عادوا ثانية للقراءة، لأنهم وجدوا أن قراءتهم أو أغلبهم لم تكن بالشيء الكافي. ولذلك تكون القراءة دائما أكثر من الكتابة بالنسبة للأدباء وأكثر من الكتابة بالنسبة للكتاب. أعتقد بأن القراءة هي المطلب الأول لكل إنسان على وجه البسيطة، باعتبارها أنها تثقف أولا ومن ثم تعطي ثمارها ثانيا. بالنسبة إلى القراءة، نحن نعلم بأن القراءة هي واجب نفسي ووجبة كوجبات الطعام، عندما نقول بأنها تكون مهمة لمتطلبات الجسم والعقل في نفس الوقت. العقل يعطي أفكارا مثل ما تعطي القراءة أفكارا، ولذلك يستمد العقل من هذه القراءة كل أفكاره. نقرأ جميعا لنكون مشاريع إصلاح، نسهم في تقدم الأمة ونحفظ أولادنا من الضياع حين تهب رياح الفتن والتضليل وهم في غفلة. قراءها به فوائد هواية، من باب أنه الاطلاع، من باب التعلم، من باب التوعية الزايدة، من باب يعني شلون نقول نحصل على خبرة أكثر. في الكتاب كلش مفيد، يعني كل مراحل يعني الإنسان سواء كان يعني من طفل، من كبير، من صغير، كل المراحل يفيدها الكتاب. مع الأسف الكتاب همسا يعني انهمل، مو مثل الأول كان أكثر مداولة عليه، أكثر تسابق أصلا كان على الكتاب، بس هسه حاليا الموبايل مع الأسف يعني اتخذ أكثر من الكتاب. لكن هسه نقول إن شاء الله ترجع الأيام السابقة، ترجع هسه حاليا، ويكون توافد أكثر يعني على الكتب، وإحنا نشجع الأطفال، يعني نشجعهم هواية على قراءة سواء المجلات أو نقول الكتب العلمية البسيطة اللي يستوعبوها. يعني تدرين يعني عقلية الطفل هم إلى فدي، كل واحد اللي مثل بالابتدائية أو المتوسطة، فإحنا الحمد لله هنا مكتبة الطفل متوسعة بهواية كتب والحمد لله والشكر. أول شيء لازم نحدد هدفنا بالقراءة، يعني نحدد شنو نريد نقرأ، شنو نريد نتعلم، بعدين نبدي نحدد الى وقت، حتى يعني مو كل شويه نقرا، كل شويه نقرا يصير ضغط على الانسان فيبدي يمل، فبين فتره وفتره حتى لا يصير ملل والاستيعاب يصير اكثر. ابسط مثال عندنا انه النبات يحتاج الى ماء، والعقل ايضا يحتاج الى قراءه. كذلك الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام اقرا، بسم الله الرحمن الرحيم،
اقرأ. فنفس العملية احنا واجب علينا انه نقرأ. تغذية الدماغ راح تكون عن طريق القراءة. الغذاء الروحي البلد اللي يصعد للدم هو عن طريق القراءة. توعية العين، توعية الدماغ، توعية الشرايين هي عن طريق القراءة. أما كيفية القراءة فهي ممكن أن تكون صورية، وممكن أن تكون عن طريق الأحاديث، فهو أيضا جزء من أجزاء التعلم. فواجبنا أنه إحنا منذ الصغر نعلم أطفالنا، نعلم أخواننا حتى عند الكبار. نقرأ ليعرف الأب منا كيف يربي ويقود عائلته، وتعرف الأم كيف تكون مدرسة، ويعرف الولد كيف لا يعق والديه. نقرأ لنتعلم كيف نرفق بالصغير والضعيف. ماذا نقرأ وما أهمية ما نقرأ؟ بالنسبة إلى اختيار القراءات، يجب أن تكون اختيارات دقيقة وموثوقة، باعتبار أن المطروح في المكتبات أو في الأسواق أو على الرفوف هو أعداد هائلة من الكتب، ولذلك كان مطلب اختيار القراءة هو مطلب مهم جدا. وأعتقد بأن المثقف يجب أن يقرأ كل شيء يفيده في مجال عمله أولا، أو في مجال الفكر، أو في مجال التوعية، أو في مجال الثقافة. بالنسبة إلى اختيارات القراءة، يجب أن تكون اختيارات يعني موصوفة من قبل بعض الباحثين الذين يقولون بأن القراءات العشوائية لا تخلق مثقفا بقدر ما هي تخلق مثقفا يعني ليس له هدف في الحياة. أعتقد بأن القراءة الموجهة أو القراءة المتوجهة نحو الأهداف هي القراءات المطلوبة في تكوين شخصية الفرد، وبالتالي تكوين الفكر والتوعية والثقافة. نقرأ لنعرف كيف نتجنب الحرام ونسور أنفسنا بالحلال، ونعرف الباطل فندفعه بالحق. ما أروع الإنسان حين يكون سويا. كيف نقرأ؟ بدايات القراءة يجب أن تكون مران، يعني لكل إنسان يجب أن يكون مران على القراءة، وليس القضية يعني مطروحة على بساط العشوائية، وإنما أقول مران يعني من التمرين. القراءة يجب أن تكون بالتمرين، يبدأ من حسب مستوعبات العقل، يعني حسب مستويات الإنسان. يعني لا يمكن أن يقرأ طالب الابتدائية أو تلميذ الابتدائية النظريات المعقدة في الرياضيات والفلسفة، يجب أن تكون القراءات متدرجة وصولا إلى العقل الناضج والمكتمل. ولذلك على المثقف أن يكون واعيا في اختياراته وقراءاته، باعتبار أن التدرج في القراءة هي التي تخلق مبدعا وتخلق قارئا مثقفا وواعيا في نفس الوقت. هذه الاختيارات هي التي تحدد مصير المثقف مستقبلا، باعتبار حدد مستقبل قراءاته وحدد ما يطلبه عقله، وبالتالي استفاد من هذه المتطلبات في تكوين فكر تنويري وفكر توعوي يساعده في المستقبل الثقافي. نقرأ وليكن شعارنا اقرأ اقرأ اقرأ. نحن أمة كنا نقرأ ويجب أن نقرأ لنلتحق بالأمم التي سبقتنا بعد سبقنا لها. كيف يمكن أن نقرأ؟
يمكن أن نبدأ بقراءة أشياء بسيطة وصولا إلى مراحل عليا حسب العقلية وحسب التخصص وحسب الدراسة اللي ممكن أن يكون فيها القارئ، يعني حسب مستوياته الثقافية والعلمية. لا يمكن يأتي قارئ لم يكمل مثلا مرحلة الابتدائية ويتصاعد إلى قراءة كتب عن الفلسفة أو عن العلميات أو عن الطب. لا بد من التدرج في عملية القراءة من الأمور السهلة إلى مراحل تمكنه من أن يكون هناك له ذهنية عقلية واسعة يستطيع من خلالها التعبير عما في داخله من أفكار يعكسها ذلك على المجتمع الذي يعيش فيه. للأسف الشديد أصبح واقع القراءة في العراق واقعا مترديا جدا، مع العلم أن المقولة القديمة تقول خير جليس في الزمان كتابه هي أصبحت فقط مجرد عبارة لا يمكن الآن الاعتماد عليها، أولا لغزو الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. أصبح القارئ يبحث عن المعلومة البسيطة، أصبح القارئ يبحث عن جزئيات الأشياء وليس عن كلياته، وبالتالي نفتقد إلى مثلا مجموعة حاليا من المفكرين الحقيقيين. بقينا نعتمد على الأفكار القديمة، الأساتذة، المفكرين، الكتاب الذين عاشوا سنوات ماضية. أما الآن للأسف الشديد لا يوجد أي رواد للقراءة، المكتبات أصبحت شبه خالية، يعني باستثناء ربما طلبة الدراسات العليا الذي يبحثون عن المعلومة لغرض كتابة الرسائل والأطروحات. أصبح هناك فجوة في المجتمع بين جيل من المثقفين وجيل لا يبحث إلا عن المعلومة البسيطة، وبالتالي هناك تردي واضح في موضوع القراءة والأفكار بسبب يعني عدة أمور وعدة أشياء قدمت من الخارج اعتمد عليها المواطن الحالي الجيل الحالي وابتعد عن القراءة الحقيقية. الأشياء اللي نقراها هي بالأحرى أشياء تشكلنا، فاختيارك الأساسي راح يحدد نوع تشكيلة الشخص اللي راح تكون عليه بالمستقبل. الإنسان يولد كصفحة بيضاء يأخذ من العائلة السلوكيات الأساسية ونظرته إلى العالم، لا تزال تبقى هاي النظرة مرتبطة بالأب والأم. يقول لك الإنسان لما ينولد تتولد ويا شخصيتين، واحدة يسموها الأنيموس واحدة الأنيما، تخص تمثال لشخصية الأب وشخصية الأم داخل الطفل. هاي الشخصيات مال الأب والأم أحيانا تمثل يعني فكر شخص واحد. لما الإنسان يقرأ يستعين بأنماط تفكير من أشخاص آخرين. زين، فبالنسبة إن إحنا الأشياء اللي نقراها هي راح تشكل شخصياتنا على المدى القريب أو المدى البعيد، إضافة إلى أن خلينا مدركين لتفكير الآخرين تجاه الموضوع، بالتالي يصير عندنا إحاطة بالفكرة. يعني مو بالضرورة أنا أقرأ بحقل واحد فما يصير أكو فد إضافة. فتفكير شلون راح يصير؟ إنه من تقرأ من أكثر من شخص وبأكثر من خط ورؤية، زين، هذا راح يعزز معرفتنا. يقول لك الفلسفة لا تخلو من نوع من الذاتية، زين، نفس الشيء إنه أنت من تقرأ ذاتيات الأشخاص الآخرين كل شخص راح يعطيك وجهة نظر للحياة مختلفة عن الآخر إذا كان في حقل فلسفي. أما في حقل علمي فبالتالي إحنا الحقل العلمي تطبيقه مباشر بحياتنا الطبيعية، فيعني أنت تأخذ أنظمة سبق أن أوجدها رب العالمين بالكون وتحاول تترجمها إلى أنظمة أخرى قد تنفعك بالحياة. فقدر ما يكون المهم هو يعني ليش انخلقت الأشياء بقد ما شلون انخلقت الأشياء وشنو ممكن إحنا نستفاد من هذا الطريقة اللي انخلقت بها الأشياء حتى نساعد نفسنا في صناعة جزء من حياتنا. كيف نقرأ؟ أول شيء تحديد الهدف من القراءة، تنظيم هيكلية للقراءة، تلخيص ما قرأناه. احنا ما نريد نجي نقرا، لازم اول شيء نحدد انه شنو الهدف من هاي القراءه، المجال اللي انا اريد اسعى انه اقرا، اريد استفاد من عنده، ان كان مجال دراسي شنو راح يحقق لك بالمستقبل، ان كان مجال علم نفس او علم اجتماع راح يخليني افهم سيكولوجيه البشر، وايا من ذلك يكون القراءه بتمعن وبتركيز وفهم لكي تستطيع ان تستفاد من عندها. يجب أن يعني نفهمها بشكل دقيق ونضع نقاط مهمة نستخلصها من عدها للعادة إذا احتجنا إليها. فحاولت يعني تشكل لك عادة يومية تثبت عليها بوقت محدد بمكان محدد. هاي الشغلة راح تفيدك إنه يعني تصحي ضميرك على القراءة. وأما من ناحية يعني شنو شلون يعني الكتب أو إلكتروني أو كذا،
فأنا أنصح بالكتب. ليش؟ لأن الكتب يعني أشبه بالعملية الجراحية، فما تقدر تستعجل بالعملية مثل الملخصات وكذا. أنا ضد الملخصات والهذي، لأن ما راح تنطيك الإحساس العملية الجراحية اللي راح تشكل الشغلات اللي راح تتواجد بداخلك. ما أحب أقرأ الكتب الورقية، أحس أن تأخذ وقت هواي وياي. أحب أقرأ كتب مسموعة، أنزلها وأقرأها واستغل الوقت اللي مثلا طريق عودة إلى بغداد ساعة ونص تقريبا ساعتين، بهذا الوقت أخلي سماعاتي وأسمع الكتب. الأوقات اللي أقرأ بيهن يعني هي أوقات فراغ، أحب أستثمر وقت الفراغ إنه أقرأ كتب بتطور من نفسي. بعدين أكو حاليا اتجهت الحالة أغلب الناس يردون الكتب الإلكترونية، ومع تطور الإنترنت صارت المكاتب الإلكترونية أكثر. مع ذلك الطعم بأنه تقرأ كتاب مادي لا زال إلها أجواءها الخاصة، فأحب يعني إذا أكو مكاتب وأجواء خاصة للقراءة نحتاج نقرأ بيها. حاليا يعني صارت القراءة أسهل من قبل، يعني سابقا كنت لازم تتعنى المكتبة، والمكتبة لازم عندك هوية، والمكتبة مكان خاص. يعني هسه صارت يعني قد يكون إلكترونيا بعض الأحيان، أو المكاتب صارت معممة بالشوارع، المكاتب العامة يقدر واحد يروح ينتقي لأي مكتبة معروفة خلال المدينة ياخذ لك كتاب، واسعارهم ايضا زهيده، مو مثل قبل كان الكتاب سعرك جدا غالي. هسه انتشار المطابع، انتشار المكاتب الاستنساخ، فشي سهلت هذه الامور. انا كشخص لازم يعني احب اكون بمكان هو مفرد، مثلا يكون يعني تتفرد وحدك بالكتاب وتتعمق به، يعني تدخل باجواء واعماق الكتاب مثلا، حتى تدخل به مثلا وتدخل يعني ضمن الاجواء اللي خلقها الكاتب او المؤلف للكتاب. القراءه تكون بطريقه متقطعه، ليس بدفعه واحده كم هذا، ويكون تحت جو هادئ، وإذا كذلك يكون يعني فترة الصبح أكثر هي فترة الدراسة والاستيعاب، قوة الاستيعاب حتى أكثر من فترة الليل وبعض الأحيان. وأهم شيء هو الهدوء، ويكون فترة متقطعة، يعني مو دراسة باستمرار، حتى تزداد كمية كافية من المعلومات. كنا في جولة مع الجمال والظل الآخر معنا، وهو الكتاب في برنامج الظل الآخر. نلتقيكم في حلقة أخرى ووجهات نظر أخرى. إلى اللقاء.